شهير هلأ ما عنده حدا مهم بهي الدنيا ولا في شي بباله غير هديك البنت. ايه هذا الشي كتير منيح، بدي البنت اللي بتكون بحياة شهير يكون بيحبها من كل قلبه ليعيش مبسوط. تسمع أخبار حلوة؟ يا ريت قولي. أنا رح انخطب عن قريب، وأنا أنا كتير مبسوطة. ما في داعي تتذكري كل هاي القصص وتزعلي حبيبتي. أنا هون ورح ضل جنبك طول العمر. بتعرفي منيح يعني صدف عاشت صدمة كبيرة، يعني لساتها بأول عمرها بكير تترمل. صح، هي إرادة رب العالمين وما فينا نعترض عليها. بتمنى الله يهدي لها بالها ويبعث لها أيام حلوة وما بقى تعاني أبدا ويعوضها عن كل اللي صار معها. آمين آمين آمين. سيد عزيز، بسبب الوضع يلي صار اضطرينا نتأخر بخصوص الخطبة. ايه بعرف وانا بتفهم هذا الشيء، بس كمان انتو ما شاء الله عليكم تفهموا بالأصول كتير منيح، ما هيك؟ وما بدو مين يقلكن اذا زيان بيضل هيك مع حياة، الناس كلها رح تبلش تحكي علينا وما فينا نسكتهم. صح. انا رح اشرح له كل شي لزيان، وان شاء الله هو ما عاد بسبب لا اي احراج لبنتكم. انا شايف الموضوع مو متحمل لف ودوران اكتر من هيك، يعني برأيي اذا حكينا بوضوح رح يكون احسن للكل، يعني اعملوا لهم خطبة بشكل رسمي والقصة بتخلص هيك. اكيد اللي بتشوفوه، ورح نعمل بالضبط مثل ما حكيت وكل شي بيصير احسن. ايه ما في مانع، واذا بدكن نحن بكره منعمل الخطبه. اكيد بكره منيجي ان شاء الله وبيلبسوا العرسان المحابس ومنحتفل وكل شيء بيمشي على اصوله وما رح ننقص عليكم شيء. ايه والعرس بنستناه كمان ومنضل عم نحكي فيه. ما رح يصير هيك اكيد، اطمن. وبكرة منحدد موعد العرس إن شاء الله ورح نعمله بتاريخ مميز كمان. هذا الخبر بجنن، لهيك بدي جيب الحلو ونتحلى. هاي الحلو عدي أختي بالإذن. لا بدي جيب تازة. تفضل. يسلموا. شكرا. شوفوا لمين هاد؟ لمين يعني؟ خاتم بابا وفي ذهبات أمي ضلوا معي، إجا الوقت لأعطيهن لحياة. حلو، بس كأنه أمك ما تذكرت تعطيني هيك شي لألي أنا. عزيز نسيت إنها عطتك خاتم؟ إيه بس كان كتير خفيف، ما شفتيه على اللبس؟ بيخجل، هذا تقيل. كل حدا بياخد نصيبه بهالحياة. إيه مثل ما أنا أخدتك. بلشت تصدق إنه صاير تعاملني منيح، بس معلش خبص بكرة وما تكون مثالي قدام العالم، وإلا بدهم ينخدعوا ويفكرونا ثنائي مثالي. على فكرة أنا ماني سيء لهالدرجة هي. هلأ اللي جهزت كل شي لبكرة ولا لا؟ يعني مين في غيري بيشتغل كل شي بهذا البيت وبدون منية؟ خدي. لازم تعمل له تلميعة بكرة، بس أفضى بعمله كمان فلا تقلقي. لمعه قبل كل شي رح نحتاجه. ايه ماشي فهمت. شوف حلو ما هيك؟ ايه حلو. جنة.
شو هالوقاحة هي؟ أنا خبرتك ما رح تشوفيني إلا لكون مجهز كل أموري، ولازم تصيري لإلي، وهي المرة خلاص عن جد. خلاص لا عاد تزعجني أبداً، عم تفهم؟ أنتي عم تنزعجي؟ أنا كتير آسف، والله ما كان قصدي إزعجك أو عصبك، نيتي صافية تجاهك، وأنتي بتعرفي بدي أتزوجك ونعيش ببيت واحد. شهير خلص اسكت، ليش ما عم تفهم إنه هذا مكان للشغل؟ ما بقدر أسمع هالكلام هون، فروح وطلع لبرا فوراً لو سمحت. وبقدر أشتري لك مكتب أحلى منه، وبدقيقتين بخليكي مديرته، هذا الشيء مانو صعب علي، وانتي بتعرفي كل يلي بدي اياه انه تكوني لإلي وملكي لحالي. بعدين بكره جايين اخي ومرته لعندكم مشان يطلبوا ايدك. ايه حكيته لاخي واتفقت معه على كل شيء. شو ما فرحتي؟ لا عاد تحكي ولا كلمة تانية معي. ايه صح بدي اتزوج، واذا كنت بتحبني لهالدرجة هي فطلع هالافكار من راسك نهائيا ولا تعمل لي مشاكل. انا بعرف انك بتقدر تشتري اي شركة، بس انا مستحيل اني وافق. سعادتي كلها متعلقة بزيان وبس كل العمر. ما عم تفهم علي؟ وهلأ روح. لكان حطي ببالك انت رح تكوني لإلي، واذا ما كنتي لإلي وعد رح احرق الدنيا بكل شي فيها. انا مستعد ضحي بحياتي مشانك وبحياة أي حدا. أنت رح تكوني لإلي، وإذا ما كنتي لإلي وعد رح أحرق الدنيا بكل شي فيها. شو يا شهير حاسس انك ضايع؟ طمن وقت تبلش دوام بالمكتب رح تتعود. قلت لك من قبل اخي بدي شوية وقت لاني عم فكر بكذا شي. شوفي كأنه في مشكلة كبيرة واقع فيها وعم تخبيها عن اخوك. يلا احكي لسادك. هو شكله عشقان هالايام ما فيه شي. أي عشق هاد يلي مخليه هيك يأسان ومانو على بعضه؟ احكي. عم تعاندني كتير بس ما بتعرفني اني اعاند منها. ايه العناد بهالعيلة شكله بالوراثة، بس إن شاء الله هالعناد يخليك على رأيك. لو طالع بإيده بيروح بيتزوجها هلأ. وين عايشة؟ خلينا نطلبها اليوم. أخي يمكن هي العيلة وبيتها وهي البيئة ما يعجبوك. مو هالبنت عاجبتك؟ الأهم عندي سعادتك، هذا المهم عندي يا أخي. ألو نعم. شو؟ انبسطت شهير؟ أوه. الموضوع مو بهالسهولة أختي، في صعوبات كتير، بس أنا هلأ مبسوط عن جد. تعالي ما شربتي عصير؟ يلا ثواني ليكا، يلا مسكي.
يلا وأنا خليني أشرب. مع الأيام بتشوفي كيف رح يصير هذا البيت أحلى من قبل. تفضلوا خلونا نبلش. ايه فورا. امسك ابني البسها. ما شاء الله، الله يتمم لكم على خير يا ابني. ألف مبروك إن شاء بارك الله. بارك بعمرك. لبسيه خاتمه. كأنك بلشتي تتجاوزي حدودك وتنسي وجودي، مو هيك صفي؟ لو كان أبوكي عايش لهلا ما كان رضي بهذا الحكي، لشو أنا موجود؟ هيك ألف مبروك. عادي، كل عيلة لها عاداتها وتقاليدها، ونحن منحترم كل العادات ومنمشي فيها. لو بابا وماما لساتهم عايشين كانوا انبسطوا بشوفتكم. وأنا واثق بيكونوا مبسوطين أكتر لما يتزوجوا بسرعة، ولا شو؟ ها؟ تعرفوا في علي مسؤولية وبدي يمشي الحال بأسرع وقت، واطمن عليهم كمان. أخي أنت ليش آكل هم هالموضوع؟ بالنهاية هاي العادات، ونحن جايين لحتى نحدد موعد العرس أصلاً. لكن لازم نبكر. إمتى بيناسبكم؟ بس عدة بنت أخونا تخلص بعد أسبوع، ما بتطول، يعني بيكون العرس بعد 10 أو 15 يوم. منيح. بس كيف رح نجهز للعرس بهالسرعة؟ ما رح نلحق. ايه اختي لا تخافي، رح تمشي كل الأمور، انت خليكي مطمنة. ايه من اليوم لا تخافي من شي حبيبتي، هالبنت مانا كنتي، هي رح تكون كأنها بنتي، ما في داعي تخافوا من شي أو حتى أنكم تتوتروا، نحن بس بدنا ياهن يعيشوا حياة سعيدة. صحيح، وبرأيي ما في داعي نضيع وقت على شغلات وقصص ما في إلى لزوم. معها حق. ماشي، أنا رح روح جهز الأكل. أخيراً صرنا لبعض هلأ. ليش حاسك زعلانة؟ أكيد من حكي عزيز ما؟ خلص شو بدك فيه؟ ما يهمك. شو كنت رح أعمل بدونك؟ أنت من اليوم ما عدتي بدوني، بدي اياكي تفكري بس انه انا هلا صرت معك لكل العمر وما في مهرب مني بنوب، وفكري بالمشوار اللي رح نطلعه هلا. ماشي. هاد انت دائما بتفكر بحالك. دائما. روقتي هلا؟ في عندك أي اعتراض؟ لا ما عندي اعتراض، كان في نقص
وأنت اللي كملته. اتحقق حلمنا، شفتي إنه تيسرت. الخاتم بإيدك طلع كتير حلو، بتصدقي هلأ حسيته غالي كتير؟ بالنسبة إلي من الأول غالي، لأنه هاد أحلى وأغلى هدية صارت بحياتي كلها ياتا لهلأ، لأنه اسمك محفور عليه. ليش محفور بس على الخاتم؟ بدي شوفه لاسمي محفور بقلبك وبعقلك كمان وبحياتك وبكل مكان بتروحي. انت بتعرف انه اي اتنين بالعالم بيحبوا بعضهم اسماءهم مكتوبة فوق بالسما؟ ايه اطلعي شو هذا اللي لمع؟ ايه شفت؟ زيان وحياة نجمة حبهم عم تكبر أكتر. أيوة شو هالرومانسية هاي؟ لأنه اسمك صار إلي من هاللحظة هاي. آه هلأ صرت متأكد إنه أمنيتي مو من الصعب إنه تتحقق. شو هالأمنية؟ يعني قصدي أحياناً بيطلع معك تعبري. بس بقى يلا خلص البوزة مشان نرجع. يلا قوّز شو ناطر؟ حياة بعدي عني بس. يلا قوّز حياة شو ناطر؟ حياة شبك؟ انت كيف بتقرب ايدك عليها؟ كيف بتتجرأ تلمسها قدامي؟ زيان قلي كيف بتلمسها؟ بتتركه بكفي؟ لك كيف بتتجرأ؟ زيان جاوبني لك زيان وين انت؟ ليش تأخرت هيك؟ نسي موعدنا. شهير هذا انت؟ قلت لك انه انت لإلي بس لإلي. ليش ما عم تفهمي علي؟ ليش ما عم تفهمي كلامي؟ أنا صار لي سنين عم أشرح لك أنت خلقتي بهالدنيا مشان تكوني إلي أنا وبس حياة، وأنت شهير شبك شو عم تعمل؟ اتركني. قلي لي شو ساويتي؟
ولك كيف بتتجرأي وبتلبسي هذا الخاتم؟ مع أني ضليت عم أشرح لك، رحتي وحطيتي خاتم هداك الزلمة بإيدك، ليش مصرة ما تفهميني؟ قليلي ليش ما عم تستوعبي اللي كنت عم أقوله؟ كيف قدرت تحطي خاتم حدا تاني بإيدك؟ لك أنا شو ناقصني؟ قليلي شو ناقصني؟ ما عندي مصاري ولا شهرة؟ شو يلي ما بقدر أعطيك إياه؟ قولي احكي شو بدك؟ حب؟ ما حدا رح يحبك أكتر مني إذا بتلفي العالم كله، ما رح تلاقي. فهمي بقى يا حياة، أنا بس يلي بقدر حبك هيك، مو بس حبك رح حبك مجنون. مشان الله لا تعذبيني، لا تعملي هيك فيني. شهير شهير أنت عم تتجاوز حدودك. شهير شهير لك شو عم تعمل؟ شيلي كبي. شهير شو عم تعمل؟ كبي. شهير خدي هذا الخاتم يلي رح تلبسيه بإيدك. شهير الخاتم اللي أنا حطيته. شوفي أنت مين وشو بدك؟ زيان زيان هالشاب. شهير إلهي وحياة بتكون ملكي إلي. جاوبني شو بدك منا لسه؟ لا توقف هالولدنة منحكي، أنت لسه ما بتعرفني، عم تحلم كتير وما رح خلي حلمك يتحقق، فهمت؟ أنت يلي ما بتعرفني وكلامك كمان مصبوط، بس إذا ضليتك عايش أصلاً. زيان زيان شو رح تعمل؟ استنى علي أنا بقلك. زيان شو رح تعمل؟ خبرني شو رح تعمل؟ خلاص اتركها. حياة خطيبتي وما حدا بيقرب عليها، لا أنت ولا غيرك، فهمت ولا؟ هذا الحكي بلا طعمة، اوعك تذكر اسمع لسانك، لأنه هي ملك شهير إلهي وبدي آخدها، والزلمة الغريب مثلك بيسكت وما بيذكر اسم شي ما بيملكه. ليش؟ هي ملك أبوك؟ اسمعني شو أحكي لك، تكون ملك أبوك وما عندي علم؟ ما بتجيب سيرة أبي على لسانك. شو صار؟ الولد المدلل عصب مو هيك؟ طبعاً لأنك بتشبه ووسخ مثلك ومثل أمثالك. عم تتجرأ على أبي يا واطي؟ اليوم حفرت أبرك بإيدك، رح أدفنك هون. إيه يلا شهير شهير أوس لشوف إذا كنت رجال. أوسني يلا شو ناطر؟ شهير لا تجرب أوس تسمعه. يلا حياة هي ملكي لألي. زيان خلينا نروح من هون، بدي أقلك أخلص عليك اليوم. يلا أوس شو ناطر؟ حياة بعدي عني. يلا أوس يلا حياة. يا جبان صار لك شي؟ لك بعد عنا ولك. انت كيف بتقرب ايدك عليها؟ خلص رجاء كيف تجرأت تلمسها قدامي؟ لك اتركه معه. اللي كيف عم تلمسها؟ زيان ما بدي اتركه بعدي. أنا ما عاد اسمح لها تتأخر، لأمتى بدي ضل حطلها مبررات؟
هي بتعرف إنه عزيز بيضل يبهدلني ولسه لهلأ عم تتأخر. كيف لو ما بتعرف؟ هلأ بتجي ووقتها رح أعرف شغلي معها من اليوم. هي البنت شكلها مو هاممة أمري بالمرة. زيان هو رح يعيش؟ اللي ايه؟ هدي حالك هلا حياة، طولي بالك شوي. اسمعيني، إذا رحتي وشافوكي عزيز وأختك ما رح يتركوكي، لا تضعفي. ما منعرف وضعه وما منعرف شو رح يصير. نحن حياة ما منعرف شو رح نواجه أبدا. بدنا نكون أقوى حياة. زيان لا تستصغري اللي عملنا. شكلك ما شفت شكله لشهير. إصابته خطيرة كتير، وإذا صار له شي نحن رح نتبهدل ونروح فيها. ما رح يصير شي. ليكي أكيد بيكون في شي حدا مارق شافه وأسعفه على المشفى. لا تخافي من شي أبدا. أنا كتير خايفة. لك شبكي هو غلطان؟ ما لاحظتي؟ طالع على المسدس وبده يقتلني، يعني شو أعمل أنا؟ كنت مضطر إني دافع عن حالي. بعرف خايفة كتير، متوترة كتير، بلكي صار معه شي خطير. شو رح نعمل إذا صار له شي أو مات؟ طيب والله ما عاد فيني أتحمل أبدا. خلاص لا ترتعبي، بكفي خلاص حاجة بك. يلا مسحي دموعك، ما بقدر شوفك هيك أبدا. لازم تنتبهي على حالك حبيبتي. حياة يلا بقى تأخر الوقت، فوتي على البيت. حرام عليكي، بدي أعرف هو تنام. حاكيني. شو القصة؟ ليش تأخرتي اليوم؟ شبهن إيديكي؟ آه؟ ليش هيك عم ترجفي؟ لك شو هذا الدم؟ يلا احكي، عم تخوفيني عليكي كتير. قولي لي شو اللي صاير. احكي اختي. لك انتي منيحة؟ وزيان وين كنتي انتي وياه؟ لك شو صاير معكن؟ قولي لي في شي حادث؟ انا بس يلا احكي، عم بسمعك، لا تخبي علي ابدا. شهير هاد الشاب اللي كان يزعجني دايما وخبرتك عنه، إجا اليوم على المكتب وخوفني كتير. شو اللي صار؟ أزعكي شي؟ قولي. لا أنا ما أزعني، أنا وزيان مناح، بس ما بعرف شي عن شهير نهائيا. تخانقوا كتير سوا، وانتي بتعرفي زيان قديش حدا عصبي وبغار كتير. زيان ما تحمله لما شافه وما قدر يسيطر على حاله. شهير 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 وضعه كتير خطير. يا ربي دخيلك، ليش نحن ليش هيك عم بصير معنا؟ كل ما منطلع من مصيبة منفوت بمصيبة جديدة. Thank you.
اليوم حفرت قبرك بإيدك، رح أدفنك هون. اي يلا شهير، خلص بقى كفي. إذا كنت رجال أوصني يلا. حياة هي ملكي لإلي، بدي قاتلك وخلص عليك اليوم قبل بكرة. زيان لا تستصغري اللي عملنا، شكلك ما شفت شكله لشهير. إصابته خطيرة كتير، وإذا صار له شي نحن رح نتبهدل ونروح. ما رح يصير شي. ليكي أكيد في حدا بيكون مارق وشافه وأسعفه هلا على المشفى، لا تخافي من شي. أنا كتير خايفة. هاد ما عم يتنفس، شكله مات. مبين من عيلة غنية ومتورط بمشكلة، أكيد حدا قتله وهرب نفد بريشه. حياة خدي اشربي. دعيت له ما يكون صار له شي خطير، رح يكون منيح. بس ليش بتحكي لزيان كل شي؟ ما بصير الرجال يعرف كل شي عنك يا أختي، بكرة وقت تتزوجوا بصير بذكرك فيهم. صدقيني السكوت بيكون أحسن للمرأة. زيان ما بيعرف عنه أبدا، شهير إجا لعندي، هو بيضل يلاحقني حتى بالجامعة ما خلصت منه. حاولت صده كتير بس ما رد علي. هو شاب مدلل وغني وبضل يشوف حاله بالأملاك اللي عنده، ووقت عرف إني انخطبت لغيره صار يصرخ مثل المجنون. أنا نبهتك من قبل وقلت لك 100 مرة الروحات والجيات الكتيرة ما أنا منيحة إلك، كل الوقت خايفة ومشغول بالي بسببك، وما رح يهدالي بال لحتى شوفك استقريتي ببيتك. أنا آسفة بسببي عم تسمعي كلامي ضايقك. أنا بكرة رح أقدم استقالتي من الشركة وبدي حط عقلي براسي. إن شاء الله يمرق كل شي على خير. Thank you.
جعفر، كل شي منيح؟ خبرني شو صار معك. انت لسادك فايقة؟ انا قلت لك من قبل ما تخافي من شي، هاي شغلات صغيرة كتير بالنسبة لي، تمام؟ كوني واثقة انه كل شي رح يكون تمام لما اتصرف. ايه بعرف، ما في اي خوف بأي مكان بتكون انت موجود فيه. عم تسايريني ماشي. المهم هلأ شو الأخبار عندك؟ شهير من مبارح ما أجا على البيت، موبايله شغال بس ما عم يرد على اتصالاتي، وشغل لي بالي، وأمك كمان خايفة كتير، ولا مرة عمل هيك لأنه بالعادة بيخبرنا لما يتأخر. شو عم تقولي؟ لساته شب بهالعمر، ما بيفرق معه ليل ولا نهار، هذا الشيء عادي. رايح شوفها لأمي إذا فايقة. كيف قدران ترتاح وقت أنت كنت بعمره ما كنت تضل برات البيت بدون سبب؟ وضعه مختلف غير وضعي بألف مرة. على الأقل هو عم يعيش حياته وعم ينبسط. بس ما منعته يعيش حياته وينبسط. خايفة لأنه ما عم يرد علينا، دقينا له شي ألف مرة. يرضى عليك، دق له واسأله وينه لهلأ، شو ناطر؟ ما فينا نضل قاعدين قلقانين، بتعرف قديش هو طايش. جعفر، ميمونة معها حق يا ابني، اتصل بأخوك وتطمن عليه فوراً. يلا خلص، رح دق له وبس يجي لهون رح بهدله قدامكم انتو التنتين، رح امنعه من الطلعة من البيت بالليل بدون ما يخبر حدا. منيح؟ ألو شهير، وينك لهلأ؟ أنت صار لك من امبارح برا البيت وما عم ترد على حدا فينا، شو القصة؟ قلي، لازم تتصل على القليلة مرة واحدة. قلي شو؟ أنا أستاذ، أنا يلي بنظف هون، والله أنا ما عملت له شيء أبداً لهذا الشاب. أنا بس يعني بس سمعت صوت الموبايل. مين أنت؟ قول. موبايل شهير، شو عم بيعمل بيدك ولا؟ مين أنت؟ شوفي شوفي وينه شهير، ومين هذا اللي أخذ موبايله؟ وينه شهير؟ خليني أحكي معه. أنت اللي سرقت موبايله، اللي وينه أحسن لك؟ ها أحسن ما عليك بطريقتي. إيه أستاذ، أنا أنت شو؟ جاوبني، وينه شهير؟ أعطيني إياه، أعطيني إياه، ولا ما رح خليك عايش لحظة واحدة. لا سرقت شو أنا؟ لا ما سرقت شي، أنا بس لقيت الموبايل هاد على الأرض جنب جستو. جستو؟